هما قالوا وكالة ناسا أعلنت إن العالم هيشهد ثلاث أيام من الظلام اللي هما 21 و 22 و 23 اللي جايين. طب إزاي العالم كله يا فندم يشهد ظلام والمفروض إن في توقيتات والشمس بتشرق أه. هنا وبتغرب هنا يعني إزاي إلا الشمس إذا حصل حاجة للشمس. آه إلا إذا الشمس بقى وكالة ناسا آه أولاً لم لم تعلن كده يعني في الحقيقة وكالة ناسا أعلنت عن حدث فلكي. آه يعني البعض خدوا خد نص الجملة النص الأول من الجملة إن هناك حدث فلكي. اقتران بين كوكب المشتري وكوكب الزهره بعض مم. الناس خدوا ده وقالوا ان هينتج عن الاقتران ما بين الكوكبين آآ آآ. يعني تاثير على الشمس تمام طيب احنا معانا ده بدون يعني اسس علميه في الحقيقه فناسا لم تعلن عن اظلام على أصل. الارض ناسا بتعلن بشكل دوري عن احداث في الفلك وفي الفضاء تمام. المشاهد العادي ممكن يشوفها الاقتران لل كوكبين الاقتران معناه ان الكوكبين في حيز يعني المسافه بينه بتبقى صغيره جدا فممكن الانسان يرى وبيحدث كمان مع القمر يعني ممكن اكتر من كوكب بيبقى فيه اقتران مع القمر بحيث نقدر طيب. نشوف مجموعه كواكب في